صدقة، فنسال الله ان تكون هذه الصدقات وهذا الخير اللي تديري يكون لهم شفاء ويشفيهم به الله سبحانه وتعالى. اللهم رب الناس ادي بالباس واشفي ابناء اختنا هذه المحسنه، اللهم شفي ابنائها وعجلهم بالشفاء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وسائر مرضى المسلمين يا رب، فعلا عندوش مريض الله يشفي ويعافي يا رب. اللهم امين. شكرا لك استاذ، استمروا معك يا زينب. اذا دابا الصدقه الجاريه قلنا منين غادي نعرفوا الثمن شحال؟ نلونسيو شحال ديك الساعه؟ ولكن غادي نخليوها مفتوحه حيت ما يمكنش نكملوها مفتوحه، غادي نخليوها غير بالفلوس باش ناخذوا الدراسه باش ندير الدراسه ديال المبلغ التقريبي شحال غادي يطلع لنا، ولكن غادي نخليوها مفتوحه على طول. طيب هذا مسجد في اليوسفيه، في اليوسفيه في سيدي شيكر، في سيدي شيكر. هذا متصل كريم هو اللي اتصل بنا بطبيعه الحال وطلب منا هاد المساعده هذه، وحنا بطبيعه الحال في هذا الاطار كنذكروا بانه الفقره ديال حنا معاك بطبيعه الحال هي فقره اللي خاصه بالاحسان للمحسنين، وانه يمكن لاي مستمع كريم انه يعني من الانشطه ديال الصدقه الجاريه، اي مستمع كريم يمكن لي انه يتصل بنا الى بغا نوصلوا لماشي دوار او لنبنيو مسجد او لروض الاطفال او لاي حاجه فيها منفعه عامه، فيتواصل مع زينب او يتواصل معنا باش نقدروا نساعدوا. من طبيعه الحال من بعد ما زينب كتمشي لعيد مكان وكتشوف كتدرس وكتشوف شكون الناس يستافدوا، شحال ديال الناس كيستافدوا، والله يجازيهم اكيد الخير المحسنين اللي كيساعدوا. من ناحيه ملي تيتصل بنا شخص يعني ما نكونوا عارفين عليه حتى شي معلومه، خصنا نمشيو ونتاكدوا ونشوفوا واش فعلا هذاك الدوار محتاج، الناس واش محتاجين، العدد ديال الناس اللي غادي يستافدوا، الصدقه واش زعما خصنا يعني ملي كتمشي في شي صدقه واخا يكون المبلغ ديالها كبير، ملي تشوف مثلا غيستافد منها بزاف الناس وغيكون عندها واحد المنفعه كبيره ماشي مشكل، واخا تاخذ لك وقت واخا تاخذ لك مجهود. واذا اللي بغاو يساعد في هذا المسجد هذا قبل ما نعرفوا الثمن ديالو، ولكن على امر المجال مفتوح للمساعده، اللي بغى يساعد يتصل بزينب على 0666 15 60 25 0666 15 60 25 او على اول منشور في صفحتنا على الفيسبوك. هذا الرقم هذا اللي ما قدرتش نسجلو، وليت نذكر فقط اننا غادي ناخذوا هذه الصدقه، هذه الصدقه ديال المسجد غادي تبقى مفتوحه، يعني اي شخص بغى يساهم في المسجد غادي نقول لكم انه المسجد رب العالمين انت ارحم بنا من امهاتنا ومن ابائنا، فارحمنا يا ربنا بما رحمت به عبادك الصالحين. اللهم قومنا إذا اعوججنا، اللهم قومنا إذا اعوججنا، وأعنا إذا استقمنا، وأعنا إذا استقمنا، وأعطنا رضا لا سخط بعده، وهدى لا ضلال بعده، وعلما لا جهل بعده، وغنى لا فقر بعده، واجعل كنفك وإنعامك وعطاءك وإحسانك، واجعلنا في كنفك وإنعامك وعطائك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا من كفانا كل شيء، اللهم يا من كفانا كل شيء، اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا على ما يرضيك وقربنا ممن يواليك، اللهم اجعل غاية حبنا وبغضنا فيك ولا تقربنا ممن يعاديك، اللهم أدم علينا نعمتك وبرك، اللهم أدم علينا نعمتك وبرك. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أحوالنا وتبارك في أقواتنا وتبارك في أقوالنا، وتحفظ علينا صحتنا، وتحفظ علينا أمننا وأماننا، وتحفظ علينا طمأنينة نفوسنا وراحة بالنا، وترحم بفضلك آباءنا، وترحم أمهاتنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. Thank you.
لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إني أسألك يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، أن ترحمنا برحمتك، وأن تشملنا بعفوك ومغفرتك. نسألك يا الله، يا ملدنا، يا من إليه الملجأ، يا من إليه المهرب، نسألك اللهم أن تكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، أن تكرمنا بطمأنينة النفس وراحة القلب وهدوء البال. نسألك يا الله أن تفرج همومنا وتكشف كروبنا وتشفي أمراضنا وتداوي علالنا وأسقامنا. نحن الضعفاء المقصرون، نحن الضعفاء المفرطون، ولكن طمعنا في رحمتك ورجاءنا فيما عندك يشفع لنا في كل تقصير وفي كل تفريط. اللهم من علينا بكرمك واسترنا بسترك الجميل يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم آنس قلوبنا بك، اللهم آنس قلوبنا بك. قدم المقطع الخامس لذة النظر لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من المقبولين عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أعمالنا، تبارك في حياتنا، تبارك في أصدقائنا وفي أحبابنا وجيراننا، في أمهاتنا وفي آبائنا، وفي كل غالم وعزيز علينا. نسألك يا الله يا فرجنا أن ترزق أبناءنا وأن ترزق بناتنا النجاح والسداد والتوفيق والرشاد، فأنت أكرم الأكرمين وأنت رب العالمين. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عباد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، نسألك يا الله سعادة لا تزول، وقلبا لا يحول، وجاها ليس له أفول، ورزقا مباركا كأنه سيول، ومغفرة كاملة يوم الهتول، وتقوى تحقق كمال القبول يا رب العالمين. إلهنا إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا وارحم ضعفنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فاللهم إنا نسألك ألا تحرمنا سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تمنع عنا مواهبك لسوء ما عندنا، ولا تجازينا بقبيح أعمالنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل اللهم وصل على النبي الأمي الكريم.